إحياء مثل هذه المناسبة التراثية هو في الحقيقة نوع من استثمار التراث في التنمية المحلية عبر هذه المناسبة. طبيعة الحال نلاحظ أن هناك أبعاد اقتصادية إضافة إلى الأبعاد الثقافية والتراثية التي تعود لتراث مصر. تحدث عن مسابقة تعكس الثقافة المحلية اللي لها امتداد عريق حافظت عليها الأجيال المتعاقبة، وبطبيعة الحال هي من هذه المناسبات ولاستدعاء ما هو اقتصادي عبر معرض المنتوجات المحلية إلى غير ذلك، وهي حفلات فنية مرتبطة بتراث المنطقة. كل هذا يخلق دينامية من شأنها أن تخلق نوع من الرواج الاقتصادي للمنطقة، وهذا من بين أبعاد توظيف التراث يعني في التنمية.